هلو هلو، يلا بينا بنفس الكاردس اللي معانا هنشرح زمن الماضي البسيط بأسهل طريقة ممكن تسمعوها. ازاي ده يا مس سمر؟ والله الماضي البسيط حاجة حصلت وانتهت، خلصنا منها، ملهاش أي أثر دلوقتي، زي الحكايات القديمة. اتعلمت وخلاص، خلصت كل تعليمي. مثلا لا، ده انا خرجت امبارح مع اصحابي وخلصنا خلاص، حاجة خلصت ملهاش اثر في الوقت الحالي تماما. طب بيتكون من ايه؟ خدتوا بالكو؟ التصريف التاني للفعل اللي في الغالب بيبقى متضاف له دي او اي دي او اي اي دي، تمام زي ما انتوا شفتوا. بس للأسف الفعل الماضي ده غلط شوية، مليان افعال شاذة. يعني ايه افعال شاذة؟ يعني تنك علينا شوية وما بتمشيش على القاعدة، بتقولك انا هتحفظني زي ما انا. يعني ايه؟ يعني يوم ما تفكر تحط لي حرف دي عشان تجيب مني الماضي هقولك لا لا انت كده اجابتك غلط. زي ايه مثلا؟ زي سويم، يعوم، ما ينفعش تقول لي سويمت، انا الماضي بتاعي شكله مختلف خالص، لازم تحفظه، اسمه سوام. كذلك رن، ما ينفعش تقول انا جريت تقول لي رند، لا انا الماضي بتاعي مختلف خالص ولازم تحفظني ران. تمام. يقنص مثلا يا سيدي سويب، نفسك تجيب الماضي وتقول انك كنست مثلا امبارح، مش هينفع تقول سويب، هتخليني وتحفظني زي ما انا سويت. تمام. يبقى اذا الماضي بيتكون من التصريف التاني للفعل وفي الغالب بيكون اخره دي او اي دي او اي اي دي. وعاوز تعرف امتى ده او امتى اي دي وامتى اي اي دي؟ في كتب كريزي انجلش بالتفصيل والتمارين. طب يلا بينا نجرب. اجمل حاجه في الماضي البسيط اقدر اعمل الجمله بتاعته من فاعل وفعل. مش بس كده، الاجمل منه اللي مش بيزهقني زي المضارع المستمر والمضارع البسيط. ليه بقى؟ لان نفس الفعل مع كل الفاعل، سواء اي شي وهي وي يو ذي ات، مع كل ضمائر المفرد وكل ضمائر الجمع. تعال اما نجرب. عايزه اقول انا لعبت خلاص. ها اديك قلتها لوحدك يا بطل، برافو برافو برافو. I played، بس كده. نفسك تزود قول امبارح هتقول yesterday، وهنعرف الكلمات الدالة وبرضه في كتب كريزي انجلش. تعالى كده قول لي، هي مثلا نظفت اوضتها؟ شفت البساطة؟ برافو برافو برافو. She cleaned، بس كده. والله من غير ما تعمل اي حاجة في الفعل عشان يتغير من الاي للشي. مثلا الفاعل يبقى شي كليند، مثلا عايزه اقول امبارح yesterday، عايزه اقول نظفت مثلا غرفتها الجمعه اللي فاتت مثلا، يبقى ايه؟ last Friday، يبقى شي كليند هير روم last Friday. اوكي. ها عايزين نقول هو طبخ، بصوا بقى خليته هو يساعد هي وكده. ها برافو برافو برافو. he cooked. ها احنا عمنا ايه من السمر دي؟ طب انا احط لها ايه دي؟ قلت لكم لا، ارخم حاجه في الماضي البسيط ان مليان افعال شاذه ولازم تحفظها. جدول مليان مئات المئات من الافعال في التصريفات الثلاثه في كتب كريزي انجلش. تعالوا كده احنا برافو، احنا عمنا خلاص. وي سوام، الماضي من سويم سوام، لو خدتوا بالكم حذف الاي اللي كانت هنا في المضارع وخلاها ايه؟ وي سوام. تعالوا كده، انت جريت او انت جريتي او انتم جريتوا. برافو. يو ران، طب عرفت منين؟ ما احنا هنحفظ بقى الجدول من الكتاب. ران، الماضي من ران، يو ران. برافو. ها احلى عيش. they swept، هم كنسوا. they swept they swept. ونقدر نغير في الفاعل براحتنا يا مس سمر. طبعا الفاعل والفعل براحتك. يبقى نقول تاني، الماضي البسيط حاجه حصلت وخلصت وخلصنا منها، بيتكون من التصريف التاني للفعل باضافه دي او اي دي او اي اي دي، دايما بيبقى شكله كده متضاف له دي او اي دي او اي اي دي وما بيتغيرش، شكله بيبقى واحد مع كل الفاعل سواء اي او شي او هي او وي يو ذي ات.
تمام، بيبقى هو هو ما بيتغيرش. بس الفكرة بقى الغلاسة اللي بيجي لنا ان الماضي البسيط في حاجات شاذة كتير، ودي بنتصرف فيها زي ياسمين السمر. دايما اقول لاولادي الحفظ، ما بنقدرش اقول لكم اي حاجة او اي تصرف تاني في الماضي البسيط، انا دايما ضد الحفظ، بس انا محتاج احفظه. هقول لك مثلا، قول لي احنا عمنا، حضرتك لو ما تعرفش ان الماضي من سوام سوام مش هتعرف تكتبه صح، واحتمال تضيف له ايدي وتبقى اجابتك غلط. وزي ما كل زمن ليه كلمات داله عشان اعرفه بيها وقت ما الازمنه تتلخبط وتكتر معايا، برضو الماضي البسيط ليه كلمات داله عليه. ايه هي الكلمات الداله عليه؟ غني معايا زي ما انا معوداك. وبالمناسبه كل الكلمات لكل الازمنه في كتب كريزي انجلش اللي فيها كل منهج التاسيس. يلا بينا. yesterday last ago، yesterday last ago، once in the past one day، once in the past one day، yesterday last ago، yesterday last ago، once in the past one day، once in the past one day، the last one، مرة أخيرة، yesterday last ago، yesterday last ago، once in the past one day، once in the past one day. عايز الكلمات كتابة زي ما قلت لك هتجيبها منين؟ طب يلا بينا نعمل بقى شوية ألعاب كده مع بعض. يلا ها، حطولي الفعل بتعيط ده كده، وتعالوا نقول مثلا هو يبكي. أحلى، برافو برافو برافو، he cried، بس كده في الماضي. أو والله معنى ان هو عيط، خلاص كان بيعيط ودلوقتي خلاص he cried. هاتلنا فعل تانية من السمر، ده اللعبة طلعت سهلة قوي ولذيذة وسهلة وبسيطة. تمام يلا بينا. ها، هي زرعت، برافو برافو برافو، she planted، she planted. أحلى عيش، را. تعالي كده نقول أنا مشيت، برافو، I walked، I walked. ممتازين، اسبقوني كده في الإجابات. يلا اسبقوني يلا شوية في الإجابات، ناخد فعل الشاذ شوية. ها، احنا قرينا، read، we read. ايه ده read مضارع؟ لا، ما هو برضو الماضي منه read، we read ده معناها ان احنا قرينا. طب حد بقى يسألني سؤال زي كده، طب انا هعرف منين اذا كان ده المضارع ولا الماضي والاتنين واحد؟ اكيد بيجيب لك بقى، بيجي دور الكلمة الدالة، بيجيب لك كلمة دالة في الجملة تساعدك انك تعرف الزمن. يلا بينا. انت سقت خلاص، ها، المضارع drive والماضي drove، you drove، انت سقت، you drove، هايل. طب يلا بينا ناخد فعل اخير. ها، هم كلوا خلاص، كلوا كلوا خلاص امبارح او اول امبارح او او او، المهم خلاص كلوا خلصوا. they، ايه ده المضارع eat، بس الماضي ate، ate، they ate. في اسهل من كده لعبة ولا اي حاجة؟ يبقى الماضي البسيط طلع سهل وجميل قوي، اخره دي اي دي اي اي دي، بيجي مع كل الفاعل ما بيتغيرش، وبيعبر عن حاجة حصلت وخلصت وملهاش اي اثر في الوقت الحالي. تمام، ومليان افعال شاذة لازم تحفظها. عايز الافعال الشاذة، كلمات الدالة، شرح الزمن في السؤال وفي النفي بكمية تمارين مهولة، هتلاقيها في مجموعة كتب كريزي انجلش، والشرح على قناة كريزي انجلش. ادخل اول تعليق وانت تعرف هتوصل له ازاي. مكتبتنا في مصر السعودية. Goodbye.